النهارده احنا عاملين مؤتمر الروتري فاونديشن او المؤسسه الروتريه، وخلينا نعرف مع بعض بسرعه ان الروتري في العالم موجود حوالي اكتر من 200 دوله لخدمه اهالي المجتمعات. احنا في مصر هنا 130 نادي منتشرين في الجمهوريه كلها لخدمه اهالينا. 23 فبراير هو عيد الروتري الدولي، اول يوم انشئ فيه في 23 فبراير 1905. احنا بنقدم النهارده مشروعاتنا، بنقدم وجودنا وكياننا. اصبحنا كالروتري في مصر منذ انشائه من سنه 95، اول نادي روتري القاهره. اصبح النهارده عندنا 130 نادي مشهدين كاتحاد نوعي للانديه الروتريه، بنعمل تحت مظله التضامن الاجتماعي. سعيده باختيار هذا العنوان لهذا المؤتمر، شاركت الحقيقه ب يعني العمل اللي بنقدمه من خلال مؤسسه فاهم للدعم النفسي، وكلمت على السلام الداخلي اللي لازم ان احنا كلنا نقدر ان احنا نساعد بعض فيه ومواجهة كل التحديات اللي احنا بنقابلها. الهدف من الروتري هو تنمية السلام في المجتمعات. السلام بالصورة الامثل، اللي هي ان احنا بنحاول ان احنا ندي فرص عمل وفرص وظائف وصحة افضل لكل طوائف المجتمع. بنهتم طبعا بالمناطق الجديده زي الخياله وزي اسمرات، طبعا عملنا فيها شغل كتير جدا ودربنا ستات كتير جدا ودربنا على الجلود وعلى الخياطه وعلى عمل الكروشيه. الحقيقه اشتغلنا كتير في كل المحاور اللي بيهتم بيها الروتري. احنا سعداء ان احنا النهارده تلتقي الحضاره مع المجتمع المدني في حديث عن السلام في مرحلة تشهدها مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع فيما يحدث من شجب لحقوق الإنسان، ويعني تماس مع ما يسمى السلام العالمي بالمعايير أحيانا نراها مزدوجة. فالنهاردة بنقر هذا السلام ونسترجع قيم السلام وحقوق الإنسان مرة تانية مع مجتمع مدني، مؤسسة روتري بكل ما تحوي من مسؤولية مجتمعية إنسانية.